دلوقتي فاحنا محضرين مقلب عملناه في الفنان جو أشقر، وتعاون معانا مدير اعماله اللي اوهمه ان هو هيغني في حفله خاصه عاملها رجل اعمال عربي عشان خاطر عيد ميلاد بنته سميره. شكرا شكرا. الله يخليك. الله يحفظك. كيف شيخنا؟ يا هلا. والله انا كنت رايح على الرياضه اليوم. والله جاي شوي سبور، مانا لابسين كيف. اهلا وسهلا. شو اخباركم؟ شلونك؟ عساكم بخير. انا تعبان شوي اليوم، كان عندي اجتماعات كثير، نفوت بالحديث فورا. اي تفضل. شلونك؟ الله يحييك. الحمد لله كله تمام، كله تمام. شغل اخي شو عامل بها الصبايا وبالبنات وكل العالم؟ كل العالم جو اشهر وافتح جو اشهر، واخيرا حصلنا الشرف اعرف على جو اشهر. لا الحمد لله، يعني انه عم نشتغل، عم نعمل اعمال حلوه لذيذه. نكمل قهوتنا، بس قهوة إذا في قهوة تركية بيكون أحلى. يا هلا يا هلا أخي، أنا بدي أشكرك وأعتذر منك، لبيت الدعوة. يوا يشرفنا هيدا. وقد ما قالت لي بنتي سميرة، سميرة سميرة مستانسة بصوتك، سميرة مستانسة بفيديو لبيتك. نحن عندنا سميرة بنتي تبلغ السنة 24، العمر كله إن شاء الله. الله يخليك. وأنا كل سنة ميرسي شكرا. وانا كل سنه بحتفل لها بعيد ميلادها. السنه اللي فاتت كنا بدبي، ومين افتتح الحفله؟ دبي. لطيفه. لطيفه التونسيه. ولكن سميره انت ما تعلم، سميره بنتي الوحيده. الله يخليك. وانا ما ارفض لها سلام. الله يخليك. فاصريت السنه انها تكون بلبنان. يا هلا. بقى بيصير عمرها 24 سنه. الله يخليك. و أما طبعا مصرية. والسنة الماضية أنا ما قدرت أحضر لأن أنا كنت في لندن. طبعا نتونس وياك. شرفنا. وطبعا أنت تفتتح الحفلة. يشرفنا يشرفنا. وبعدك تجي رقاصة. يشرفنا. مين كان رقاصة أنا؟ وبعد فكي بيطرحنا. كيف؟ بتكون رقاصة يعني؟ شوف في كثير في أنا رقصات أصدقائنا، بس بتكون شيء يكون فايف ستارز يعني، مش ستارز باتريك تشوفه. أوكي. طبعاً سميرة مشتاقة جداً تشوفك. وين سميرة؟ أنا هذه سميرة. أنا يا هلا. على أداء زيارتكم بيروت حتكون طويلة. والله أنا شيء أسبوع تقريباً، وإذا بعدني ما جانا اتصال شاغل بالي. خير إن شاء الله. بورصة طلعت. إذا قصة بورصة منيح، المهم حاجة تكون بعيدة عن الصحة وعن. يا هلا يا هلا يا هلا. ما شاء الله ما شاء الله. شوك أشكر. شوك أشكر. أهلا وسهلا. أنا أحبك. شو أخبارك؟ الله يخليك. أحبك وايد. الله يخليك. الله يخليك. ماذا قالوا عني؟ يعني قالوا بالحنا. شو اخبارك سميره؟ مين وحده ثانيه؟ وحده ثانيه. خلص هي بزياده هلا انا لازم غني لك. سميره بدنا نشوفك على طول، نضلك حد وليله طول. هلا لازم انا غني لك. ليل نهار سميره. عامل تفضلي سميرة علي معنا. شكرا شكرا. اتفقتوا؟ اتفقتوا؟ ماشي الحال؟ اتفقتوا؟ كل شيء ماشي؟ ايه. خبرك الوالد انه عملت اتفاق مع تقريبا مستر باتريك بالقول الرقاصة تنزل بعدها ننزل نحن. قلب تلبس الزي الرسمي الكويتي؟ ولا لا داش داشة؟ بتكون زيك كويتي؟ انا افضل على عشان هذا يعني شرف لنا. انا يشرفني. انا بقدم لك اياه هذا عشان ننزل زي العفن. عم بحكيك من الوول ستريت والداو جونز عم يقشط، بدك بعلك اسهمك ولا بننطر؟ عيد ميلاد. ماي انيفرساري.
زي الكويتي ضروري يعني، بس انا ما زي الكويتي عشان نبقى زي العرسان نازلين السلم انا وياك، انت تغني وانا دندن. مستر جو جاسكر، عاوز اطلب منك طلب بس لو سمحت. ابوي دايما مشغول وانا احب انزل الداون تاون اعمل شوبينج واشوف اصحابي واصدقائي وصديقاتي، صديقاتي يعني، ما متفكرش شيء وحش ولا حاجه. ممكن لو سمحت تنزلوني للهاي واي وانا اروح بنفسي، اروح بنفسي وارجع بنفسي، ما تفكرش شيء وحش. بس نتصل للوالد تقول له انا معك في الاستوديو بصور بتفرج على التصوير لو سمحت. يا بترجاكم انزل اروح، انا اروح بالتاكسي وارجع بنفسي، انا رشدت نفسي. ما يكل لكم اي فكر، حسة مزبوطة قدام بيك انه تروحي معنا. ما يكون لك فكر، بس انزل الهاي واي واروح بنفسي واركب انا بفضل تاخذي اذن بس عشان اذا اتصل فيكم تقولوا له انه انا هلا المشكلة انه حالي مش مزبوطة، عم بصير في ما تسمعي الاخبار. انا متعودة لما اكون مع مامايا امي هنا انزل الداون تاون، بس الوالد دايما مشغول ويقول لي باتشر 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 اعمل ايه؟ ترجاكم اترجاك مستر بطريق يعني ابقى الفندق. لا انا بفضل سمعني ايش اسوي ابوك يعني انه مش مزبوطة. ممكن بس يعني اذا اتصل فيكم تقولوا ريال زين. شكرا يوبي، شكرا. هلا شكرا يوبي، تفضل يوبي تفضل. على اذنكم. اوكي تفضل. بالاذن يوبي. ما السلام، ما السلام. تغير عقلي هالريال هذا. خير ان شاء الله. ارجو المعذرة. اخي بورصة تطلع تنزل مدير اعمالي في لندن. مو معقول هذا. هالايام. احداث. خير ان شاء الله خير. هلا. انتم متى بدكم تعملوا حفلة يا شيخ؟ بخمسة مايو. أول خميس مايو حتسمع الليلة نبقى على العشاء. على العشاء؟ نتونس وياكم. يا هلا يا هلا. الا كان انه يعني تلبس زينة هلا بنشوف يعني. هلا انا يعني انت تعرف انه سميرة هي ورفقاتها يجوا كل اقاربها ورفقاتها من هناك، ويعني بتعرف بدهم يسجلوها ويتصوروا. انا فخر لبلادنا. اكيد وهذا اكيد يشرف يعني يشوفونا. هلا بنشوف بركي ب طبعا انا بدي اهنيك بالاستاذ بدري. ايه كويس بدري كويس، من يوم ما شفتك من اول نظره. تشرب شيخ، تشرب قهوة انت؟ اشكرك. لا اشكرك، معي ضغط. يا هلا يا هلا. كم شخص حيكون تقريبا؟ يعني مو اقل من 200-300 لانه يجون من هناك رفقاته واصحابه كلهم. انا بدي استاذن منهم واقدر ان اقدم معي. يلا ونحن نشوف يعني عدم واحد. عدم واحد. يعطيكم الف حافظ. شرفنا طال عمرك. يا هلا يا هلا هلا استاذ بطري. يا هلا يا هلا، دائما نحن على اتصال ان شاء الله. اوكي يا هلا. اورايت، مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. تحسه مخشخش انت؟ هي بدي قلتيته مخشخشي كمان. كل شيء في عنده مخشخش بالسيطرة. تكي ما تفل خير، جاء يا يبتر يبدا سليم. هيك ما قال شيء، مصاري على عشية على عشاء. أشهد.
يا أتشو أتشو. أرجوكم الهاي واي أترجاك نزلوني الهاي واي. الهاي واي بس الهاي واي. أنا باخذ تاكسي بس أروح على البيت. انزلي تاكسي. شو مش نزل الهاي واي. لا لا أرجوك أشكر أرجوك الهاي واي بس الهاي واي. انا انزل داون تاون وارجع بنفس معروف. لا امتلك على الاوتيل. يلا مش اقدر انزل. ماشي احكي لك شي كلمه. اترجاك لا تفضل امتلك على الاوتيل. يلا بصر بالك لو تسمحوا لو تسمحوا بس هاي واي. انا انزل بنفسي وارجع بنفسي. انا مسؤولة بنفسي. لا يا عم بدك تقولي لبيك الله يرضى عليك اطلعي لانطلق على الاوتيل. جو كشكر احبك وايد. احب لك اغانيك وصوتك والاغنية بس تتكلم سيء عن بوي. اطلعي اطلعي اطلعي. شيء مش طبيعي هون عم بيصير. اطلعي اطلعي. اترجاك انزل بس الاوتوستراد تلفن للتاكسي. خلص اطلعي لانطلق على الاوتيل. يلا بليز. إذا شافني أبوي أنا طلعي نفسك الأوتيل. يلا طلعي. يلا يا عيني. يلا طلعي. ما في شيء بيضحك. طلعي طلعي. قطع يلا. تودوني الأوتوستراد هاي واي. الأوتيل بترجاك. أنا أحرق داون تاون. تطلع على الاوتيل تقولي له لبيك بدك تروحي داون تاون. فيني عذاب طول النهار. وقت طلعت من لندن وقت طلعت من مصر. شو تعملون؟ انا حط ثقتي فيكم. شو عم تحكي؟ تاخذون ابن؟ شو عم يحكي؟ معقول هذا؟ شو عم تحكي؟ شلون بتصير؟ شو القصة؟ سميرة شو قصتك انت؟ شو صاير معك؟ تاخذون البنت من دون ابن؟ مين عم شو انا اطلع لفوق على الدرج احكي لك على الهاتف تاخذون البنت مني؟ معقول هذا؟ هي شو بيت انت هلا؟ شو خليني بدي اجلس اجلس. شو اجلس هيدا؟ شو عم تحكي انت؟ لحظة لحظة خليني بدي اجيب لي القضية. انا طلبت الشرطة. لحظة لحظة مراني يا حبيبي. تخرجوني من هنا. لحظة اوه اوه اوه. حبيبي انت شو عيط لي لتحت؟ شو في؟ اقعد اقعد اقعد. لا 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 خلص اقعد. انت هيك هو سمعتك. اقعد اقعد. شو ما بدي اقعد خيي؟ وين انت؟ لا تخليه يضرب. الو بك شي مجنون؟ هيك شي مجنون. قفل قفل الباب. لا تخليه. شيخنا ما بدك الا هالقد لحظة. مو معقولة هذا؟ هلا شو في هلا؟ مش عارف. حاولين اختطاف بنتي؟ شو قصتك؟ يا ويل شو صاير معك انت؟ خطفوني يا ابي. شو خطفوني؟ قولي لي الحقيقة لبيي. شو خطفوني؟ انا كنت اللوبي شافوني تحت قالوا لي فرجيك الصور والفيديو كليب وصلنا سيارة رميوني ومشيوا. انا ولول ارجع بدي الو بدي اعمل الفندق. وسمعتهم يقولون حاولونا اختطافك. معقول هذا؟ شيخنا لحظة لحظة شوي. وينه تليفوني؟ وينه خيي؟ 3 ملايين 4 ملايين يخطفوني يا ابي يخطفوني. احكي مع جو. احكي مع جو بليز. حط تليفوني انا. شو هدي احكي خي. ما شو ما بدي احكي خي. انا خي تلفنت. اي محامي؟ محامي تبعك خي تلفنت له. نكتبوني. اطلع قدامك. شفت الكاميرا؟ اكلت الضرب. صحتين. ما
مروان واصل لهون عم برجو عم برجو بقول له باتريك عم اخي فين محل يقتلني هون